اسوي شوف. هلا كيف من اسماء يعني posterior palatal seal area. Our lecture today is posterior palatal seal area. طبعا احنا بالماكسيلاري دنتشر عندنا في البروبلم شنو هذا البروبلم؟ البروبلم انه الفونيتك البيشنت من يحكي ممكن هذه تصير displacement force. فاحنا حتى نضمن انه نحصل maximum retention وبنفس الوقت ما عندنا interference with the phonation، يعني لا نخسر هاي لا نروح المد behind نروح على soft palate ومن يحكي البيشنت يوقع الدنتشرز، ولا احنا نجي اقل ونخسر السير ونخسر الريتينشنز. فعلى مود نكون بهاي المنطقة اللي هي تمثل لنا الفاصل بين انه هو يصير displacive وانه هو يصير retentions، هاي المنطقة اسمها posterior palatal seal area. طبعا هي area، هي مو فد point ولا فد شي line، لا هي area موجودة. زين هذه area تمثل posterior extension of maxillary dentures. هي term مال posterior palatal seal هو خاص بالmaxillary dentures، هو ما يخص المدولار دنتشر. اوكي، فهو هذا من نقول posterior palatal seal، وحتى اسم كلمة palatal هو فقط بالأفر. فهو يمثل لنا، هاي تمثل لنا الفاصل، الحد الفاصل بين الموفابل والنون موفابل. أنا أريد أكون اريد اكون بالنون موفابل، بس ابعد ما يمكن بالنون موفابل، وما اريد اكون بالموفابل، يعني ما اريد اوصل للموفابل. الفانكشن مالتها البوستيريور، هاي مكانها هي terminated posteriorly on the compressible tissue. Depth and length of posterior is important to create peripheral seal and retention. هذا نفس الحكي اللي قلت لكم اياه، انه اني احصل بها peripheral seal القفل و الريتينشنز، هو من حصلت القفل حصلت الريتينشنز. ها كومبرسبل، كلمة كومبرسبل يعني شنو؟ يعني بون، يعني أنا شيء أقدر أدوسه هو البون. أنا التشو الموفابل تشو أو السوفت تشو ما تعتبر هذه كومبرسبل تشو، فأني البوستيريور باليتال سيل أريا مكانها وين؟ على كومبرسبل تشو، يعني أنا أكون بعيد عن الموفابل تشو. زين طبعا الانتر هذا السلايد شو يمثل لنا؟ هذا يعطينا فكره عن انه شلون دا يصير الريتينشن، يعني فيزيكالي هذا الريتينشن فيزيكالي شلون يصير فيزيكالي. هاي الدوائر هاي سلايفا مولكيولز. احنا شلون هسه مثلا نشتري هاي اللي نريد نعلق بيها بالسيارات وبالبيت، هاي اللاستيكه نشتري بيها شوي نخلي بيها مي ونخليها على الجامه تلزق، يعني تريد تطلعها ما تطلع. هذا المي راح يصير هو يسوي لنا يسيحوا له الانترفيشال سيرفيس تنشن، راح يسوي لنا الخاصيه الشعريه. هذا ايش راح يسوي؟ راح يسوي لنا من جهه الميوكوزا راح يسوي لنا ادهيجن، يعني نقطه التقاء السلايفا بالميوكوزا ونقطه التقاء السلايفا بالدنشر يصيحوا لها adhesion. زين من يعني adhesion شنو؟ يعني bond between two different material. bond between two different material يعني بين هاي المادة وهاي المادة يصيحوا لها adhesions. زين bond between within the material يصيحوا لها cohesion. same time. زين افتهمتوا شنو الفرق بيناتهم؟ بعض هسه أنا أجيب composite اللي زقتها على الإنامول من اجي افصلها. المنطقه اذا صار الفصل بالكومبوزيت، يعني انا الفصل صار بالكومبوزيت معناها الكوهيجن مالته ازيد من الادهيجن. بتفهموني لو لا؟ باعتبار الكومبوزيت بقى متماسك ولا كل الفصل على لا باعتبار الكومبوزيت لا الادهيجن ازيد صار الادهيجن يعني هو ما انفصل من الانامول صحيح
الادهيجن ازيد بس الكوهيجن مالته اقل انفصل بينه وبين نفسه زين. لكن اذا انا جيت جبت الكومبوزيت ووخرته وكله وقع فالادهيجن هو هنا اللي يتاثر. فالادهيجن هو اللي يكون بين مادتين والكوهيجن يكون ما بين ماده واحده. هذا فشي هيك ردنا بس نذكركم به. هو هذا بالفيزيكال فاكتورز مال الروتيشن والهذا زين. فانكشن اول شيء هو الجاغرافليكس. هو مو الفانكشن هو مو يسوي الجاغرافليكس، لا هو يقلل الجاغرافليكس. يعني انت راح تعرف انه هاي المنطقه مو بالسوفت باليت، هي كومبليتلي وذين ذا هارد باليت. زين هي ار ذا جنكشنز اوف ذا سوفت اند هارد باليت، بس هي وذين كومبليتلي وذ ذا هارد باليت. فانت متاكد انه هي ما راح تسوي جاغ ريفلكس، اوكي؟ فهي راح تمنع لنا الجاغ ريفلكس. اول ها ثاني شيء فود اكوميليشنز هم يعني هي مو راح هي مو تسوي فود اكوميليشن، لا هي راح تمنع الفود اكوميليشن. يعني راح تصير مثل شلون هسه مثلا من انت تريد تسوي لك سطح ستاره يسوي هيك مثل فتشي هيك على مود لا يدخل فتشي يعني. فهذا نفس الشيء، هذا يصير مثل القفل بعد ما يدخل الفود من عندها. وهي بالبارشيال على فكره احنا بالكومبليت نسميها بوست دم. بالبارشيال يسحوا لها فود دم نفسها، بس يسحوا لها فود دم. بس احنا من نقول بوست دم يعني كومبليت، بس هي نفس الفانكشن. اثنيناتهم هنا نفس الفانكشن اللي هي تمنع لنا الفود اكوميليشن. زين ها الدنشر ديسكومفورت همينا طبعا هي تسوي لنا اذا كانت اكستند بيهايند بوست لاتيريتال سير اير راح تسوي لنا discomfort. rotation and stability. طبعا هاي شوف العبارة هاي rotation and stability هاي عبارة جدا مهمة. انه انا بس اقول rotation معقول، كلامي معقول مفهوم. انا دا اقول rotation انا دا اسوي دا ازيد rotation. زين ليش دا اقول stability؟ مو؟ ليش دا اقول stability؟ ليش؟ لانه rotation من موجود stability تزيد. يعني rotation هو يزيد لنا الستابلتي. يعني من يكون بيشنت هو ريتينتيف راح هو يسوي لي ستيبل الدنشر. بس هو اذا هو مو ريتينشن حتى اذا ستيبل ما راح البيشنت راح يوقع. فالريتينشن هنا هي مهمه، راح يعني بتكون وحده مرتبطه باللاخ. تفهمون شلون؟ يعني الريتينشن هو هنا دايركت كونسيكونسز للبوسيرابيليتيس، بس الستابلتي اندايركت بسبب الريتينشن صار ستيبل. زين compensation for a shrinkage of the acrylic. طبعا احنا البوست دام تكون البوست دام البوستيريتال ليتر سير شوف تكون هسه راح اشوف لكم اياها بتكون هي واضحه على الدنجر واضحه يعني موجوده هيك اكو فد اليفيشن يعني اليفيشن. طبعا هو بالكاست راح يصير ديبريشن وراح اشوف لكم اياها شلون يسووه بالكاست. فهذا لانه احنا هسه من طبخنا الاكريليك الهيتيكيو اكريليك من طبخناه 100% راح يصير بيه شرنكج. يعني هو فد شيء هو ويا الماده يسحوا له فوليومتريك شرينكج. هاي خاصيه ويا الماده. اكو بولي مثل الكريليك 1% اكو 2% حسب الشركه، بس هو شرينكج ديفينتلي ما بيها مجال. هذا راح يسوي لنا كومبنسيشن للشرينكج. يعني انت ما دام انت صار عندك شرينكج راح يصير اكو فد فتحه. فانت بما انه انت سويت هذا الاليفيشنز راح يسوي لنا كومبنسيشن للشرينكج. هذه طبعا انت هنا هاي فشي يعني انه انت هنا ريتنتيف ريكواير وولفيتنج تيشو سيرفيس بيريفيرال بولدرز كومباتبلز وذ سراوندينج ماسلز. انت هنا عندك ماسلز بالسوفت تيشو وكلها ماسلز. هذه طبعا هي الماسلز اللي هي تتحرك اللي موجوده بالسوفت تيشو. زين الاريا اللي هي البوستيريور بريتال اسير اريا تتكون من تو لاينز. يعني هي خلينا نقول حدودها two lines the anterior vibrating line والposterior vibrating line. the anterior vibrating line اللي هو هذا اللي هو يعني يصير بداية posterior vibrator يصير يعني بدايتها واللي هو يكون شكله cupid bow اللي هو قوس cupid. يعني cupid هذا إله الحب مو cupid bow مثل قوس cupid يصيحوا له هذا. يعني هو المصطلح هذا الرسم يصيحوا له كيوبيت بو. من تقرأ بالكتب تلقى موجودة هذا المصطلح كيوبيتس بو حتى تتذكرون الشكل مالته مثل قوس آله إله كيوبيت أو آله إله الحب اللي شايفين هذا اللي هو اليونانيين الشكل هذا. هذا يصير هو بداية البوستيريور بريتال سير إيريا.
ويصير شكله هذا هو شكل الكيوبيد بول. البوستيريور بنيتال سير اريا هو يمثل لنا نهايه البوستيريور بنيتال سيس اللي هي at the junctions of the soft and hard palate، هي المنطقه اللي تمثل لنا نهايه النهايه النون موفبل تشو، راح تبدي وراها الموفبل تشو. اوكي تبدي وراها الموفبل تشو. فطبعا يكون ستريت البوستيريور بنيتال لاين. شنو فرق عن الانتيريور؟ انه يكون ستريت. ستريت هذاك لا مو ستريت كيوبيد بول. طبعا هاوس كلاسيفيكيشنز شافوا انه درسوا السوفت باليت، علاقه السوفت باليت بالهارد باليت درسوها بهواي ناس، شافوا انه اكو 3 كلاسيفيكيشنز، اكو 3 اشكال للاتصال بين السوفت باليت هاي المنطقه وبين الهارد باليت. اكو 3 اشكال. اكو الشكل الاول اللي هو هذا اللي هو خلينا نقول الحباب مالتهم الكلاس 1 اللي هو المينيمال مسل اكتيفيتي، واللي هو الوايد بوستيريور بنيتال سيرس والوايد سيبريشن بين انتيريور بوستيريورز. البوستيريور بنيتال سيرس هي الوايد باترفلاي وذ 3-4 ملم ويذ، هذه خلينا نقول هي يعني احسن منطقه، شوفوها هي احسن منطقه اللي هي كلاس اي العفو كلاس 1. هذا طبعا هاوس هو اللي خلى هذا الكلاسيفيكيشنز. بالكلاس الثانيه شافوا انه اكو يعني بعد سليب اكثر، يعني ستيب اكثر الحاده اكثر، الزاويه شويه اكثر حاده، شافوا قالوا شافوا انه البوستيريور بنيتال سيرس هنا راح تقل الناره وين راح تصير. بالكلاس 3 اللي هو ازعج واحد اللي هو مور ديفيكل طبعا اللي هو اكثر واحد ديسبليسيف، شافوها بالفي شيب باليت. تعرفون الفي شيب هذه هي تكون طبعا الفي شيب باليت تكون بها مشاكل، هو المريض عنده في المشاكل عاده يكون مشاكل عنده بالنوز، يعني يكون عنده ادينويد مثلا عنده كونستراكشن بالنوز، فيصير عنده هو هذا الفي شيب باليت ويكون عنده هذا الابروبت يعني كلش حاد، زاويه حاده جدا، يكون هذا كلش فيري انفيفربل بوستيريور بنيتال سيرس، هذه ديسبليسيف يعني. فهنا البوستيريور بنيتال شوفوا هنا وايد هنا نارو زين، هنا يعني وايد سيبريشن، هنا لا سنجل بيد ميد اون ذا بوستيريور بنيتال لاين، يعني فقط ما عندنا انتيريور فايبريتنج لاين، فقط بوستيريور فايبريتنج لاين، لانه هذا الابروت ما يخليك يعني ما يخليك كل شيء تسوي زين. اشكالهم هذني اشكالهم هاي كل واحد شوفوا لنا اشكال البيد دبل بيد بتر فلاي، هاي كل وحده شكل، هاي انتم تحفظون بس الاشكال ماكو داعي يعني تتعمقون بيهم، بس تحفظون الاشكال مالتهم، لان احنا هسه اهم شيء عندنا تكنيكس اوف ميثودز اوف لوكيتنج، هسه راح ناخذها. Methods of locating. أول methods أول طريقة باللوكيتنج هي arbitrary method، يعني شنو؟ يعني كيفي يعني بدون guide arbitrary كيفي، يعني لزمت الكاست إيه خلي أرسم هيجي، هذا arbitrary methods. أجي أني أجيب الكاست ما له علاقة بالبيشنت، البيشنت ما موجود بالموضوع، أني أجيب الكاست أرسم هذا رسمته، بعدين أجي أسوي scrapping أشيل هذا طبعا ها من هنا من اجي اريد اسوي يكون هنا مينيمال ديث، يجي هنا يصير بالسنتر هايست ديث يعني ديب مور ديب هنا بالسنتر، ارجع بالمنتصف مينيمال ديث همينه، ارجع مينيمال ديث يعني انا هيك اجي يعني انا من اجي اباوع عليه هنا كروس سكشن همينه هو كيوبيد بول هيك، الكروس سكشن همينه هيك يعني هو يجي منا يعني منا ماكو شلو يصير ديب يرجع شلو يرجع ديب يرجع شلو اوكي. هذا شنو حتى ينطيك انت، لان انت هنا هاي المنطقه انت ما تريد تسوي عليها، لان هاي منطقه الفوفيا بلاتينها ما تريد تسوي عليها انت برجرز، ف شو اسمه يعني تخليها شلو، ما تخلي الاكريليك يطخ، لان انت هسه من راح تاخذ هنا من الكاست الاكريليك راح يفوت اوكي. فانت هنا بهاي المنطقه بالمنتصف انت ما تخلي هنا اكريليك يفوك، انت هنا تجي منا هنا، هاي طبعا بكل الطرق اللي تسويها انت بالنسبه للسكرابينج احكي يعني مو باللوكيتنج، او فرق بين اللوكيتنج والسكرابينج، هذا السكرابينج بعدين هو نفسه الثلاثه هو نفس السكرابينج، بالبدايه شلو ديب شلو ديب شلو اوكي. هذا
اللوكيتنج، هاي طريقه اللوكيتنج اللي هي اول وحده اللي هي ارمتري. ثاني طريقه هي الكونفنشنز اللي احنا نسويها. لا مو هي طبعا حدده اللي ويا الطبعة غير طريقة. هسه راح ناخذها ثالث وحدة. ثاني وحدة اللي هي الكونفنشنال اللي هي بالتراين احنا نسويها. اوكي، ونقدر احنا بالتراين نسوي هاي. شنو هاي؟ احنا البيشنت طبعا هاي احنا ما نريد نسوي انتيرير وبوستيرير اوريدي لاين. نقول له للبيشنت اقعد، بعدين نقول له افتح عليك والبيشنت سي بيشنت سي اوكي، يعني يقول هيجي هذا راح شو يسوي؟ راح يسوي حركه بالسوفت بلت. نهايه الحركه يعني نهايه الحركه احدد بيها الفايبريتنج لاين. هذا نهايته اوكي، هذا نهايته، هاي نهايه الحركه. يعني هاي المنطقه طبعا اكو ناس مثلا، يعني اكو ناس اللي هم الاكسبرت يصير اكو فرق حتى باللون، اللي واحد مثلا كلش هوايه يتفرج تشو تختلف. هاي ميوكا، هاي هذا تشو ميوكا كيراتينايز، هاي نات كيراتينايز، هذه على البون هذه مو على البون، هذه على السوف تشو. فاكو فرق شويه يصير بيناتهم باللون. انت ما تعتمد على هذا الفرق، هذا فرق فشي شيء يفيدك، يعني بس يفيدك، بس اللي تعتمد عليه انت هو شورت في جورس اوكي. هاي هي اللي تدليك على الفايبريتنج لاين اللي انت تاشرها بالريد بنسل. تجي طبعا تجيب مرر تمشيها منها، المرر تمشيها منها توصلها منها تسوي لها دروب. هاي اول خطوه طبعا تسوي انت. احنا نمشي الان، يمشي المرر على الريدج، من صار دروب اعين ارسم هذا الهاميلر نوتش. اجي على الجهه الثانيه اعين الهاميلر نوتش، عينت الهاميلر نوتش، بعدين ايش اسوي وراء؟ اقول للبيشنت قول اجي المنطقه اللي هي تصير بيها نهايه الحركه، اجي ارسمها خط. اوكي وياي، اجي ارسمها خط. بعدين شو اسوي الخطوه اللي وراها؟ انا طبعا مشروحه هي بالمحاضره بالتفصيل، المهم مو مشروحه بس انا راح اشرح لكم اياها بالهذا. شو اسوي؟ اجيب الكاست، اجيب التراين دنشر التراين اوكي، اخلي افوته بالبيشنت ماوت ورا ما انا رسمت، ورا ما انا رسمت الهذا، ورا ما انا رسمته اجيبه افوته بالبيشنت ماوت، اقول لهم قول راح اطلع الكاست الاكريليك العفو دنتشر مالته الترايل دنتشر، راح اطلعه هو باسنان وبشمع يكون، راح اطلع راح القى بيه بالتشو سيرفس اكو تاشير مال هذا الخط طابع بيه. هذا الخط منقول وين؟ منقول اجي احدد اني همينه مره لاخ ارسمه زين شويه، همينه اخلي بالقلم شويه هم ارسمه زين، وارجع اخليه بالكاست راح يطبع لي بالكاست. اوكي، فهذه ما صارت بعد اربتري، بعد يعني ما صارت هاي اربتري، ذيك اربتري ذيك انا لزمت الكاست راسا رسمت بي، هاي لا، هاي انا ما رسمت بي بالكاست، هاي انا يعني اعتمدت على البيشنت ماوث هو اللي نقل لي اياها للكاست. هاي الطريقه الثانيه اللي هي كونفنشنال ميثودز. الطريقه الثالثه اللي هي الفيزيولوجيك او الفلويد واكس تكنيك. هذه انت تسويها شو وقت؟ هسه احنا قلنا الكونفنشنال شو وقت؟ يا جلسه بالترايل، بالترايل فيزيت او بالترايل فيزيت او بالترايل دنشر. هذه لا وين تسويها؟ ما مو مال هذه شو تسووها؟ تسووها بالجلسه مال الفاينل امبريشن. هذه الجلسه بالفاينل امبريشن، انا هسه عندي اخذت له اخذت له زينكوكسايد ديوجينول، كملت زينكوكسايد ديوجينول، اجي اطلعها اخلي البيشنت. طبعا هذا اهم شيء هاي التكنيك، يعني انتم لا ذكرتوا لي هاي التكنيك وما قلتوا لي البوزيشنز اوف ذا بيشنت 30 درجه، انه هو فورورد 30 درجه، راح اقول راح اعرف انه انت ما مفتهم اصلا الفانكشنال تكنيك. الفانكشنال تكنيك اهم شيء تذكر لي انه هو البوزيشن اوف ذا بيشنت. هذه انت تجيب التريسنج كومباوند، تنزل البيشنت. هاي ليش تنزل البيشنت؟ ليش؟ اقدر احد يعرف مني ليش دار انزل البيشنت؟ دروب تايم لاين. طب ثاني ما لي علاقه بالسوالف. ها؟ لا
أنا حتى أحصل هذا العلاقة حتى تكون أوضح. ينزل ذاك حتى السوفت بيلت يصير يعني يصير العلاقة بين الهارد والسوفت بيلت شوية أكثر مور أوبيوس. هيك عدلة هي ما راح تبين بس راح تنزله أنت راح يصير أكو فرق بيناتهم راح شوية تبين أكثر أوضح. أوكي فأجي أخلي تريسينج كومباوند أو هذا الأيوا واكس اللي هو أكو أربع أكو ماتيريال موجودة بالمحاضرة أربع ماتيريالز مطلوبة من عندكم هي بس مو مهمة. هي إحنا نستخدمها هاي بالنسبة استخدمها من تريسينج كومباوند هاي اللي هو السحولة ستيكي واكس. فهذه أجي أخلي البيشنت تيجي بدروب 30 درجة وأجي أخلي الزنك أوكسايد بريشنس بيها وأجي أقول للبيشنت سي همينة هاي راح أجي أطلعها راح تجي هي مطبوعة بالفاينل مطبوعة بالفاينل قبل ما أصبها ولا ما أخذت الفاينل أنا إذا تفهموني ولا ما أخذت الفاينل بالزنك أوكسايد كملت تجي ترسم هو هذا الخط تخليه وترسم بعدين الصبح من تفتح الكاس راح تلقى اللاين هذا فايبريتنج لاين مرسوم يعني هذه نخليها على الفاينل امبريشن ونفوتها على البيشنت يدنك بالضبط يدنك يصيح بعدين احنا نطلعها راح نشوف اكو فد حد موجود راح نجي نرسمه شويه نوضحها نصب مجرد انه احنا صبينا فتحناها راح نلقى رسم موجود بالكاست اوكي فما راح يصير الـ يعني اللوكيشن ما راح يصير راح يصير اللوكيشن مور بريسايز. ليش؟ لانه انت ضبطت الروتيشن همينه يعني انت ضبطت الروتيشن هسه من هسه ما خليت للترايل دلتشرز الترايل دلتشرز همينه يعني هو اوريدي هو شرينكج وانت يعني ما راح يطلع مثل هذا. هاي هي يعني افضل طريقه اللي هي طبعا هاي احنا بعدين تعلمناها احنا كنا دائما نشتغل بال اللي هي الكونفشنالز هي اللي هي بالترايل دائما احنا ناخذ بوست دام بالترايل بس شافوا انه اللي هي بالفاينل لانه ليش يسحولها فانكشنالز مثلا لانه هو يعني اقدر فانكشن زين. الايرورز اللي ممكن يصير بالبوستيرا دليتال سيرس اول ايرور هو اوفر اكستنشنز. اكيد احنا ممكن انه الايرور النوقع بيه انه احنا نروح بيايند الفايبريتنج لاين يعني ما يجوز مثلا اما يكون احنا ما خلينا البيشنت مثلا يقول فد يعني يقول مثلا ما شفنا زين ما اشرنا زين واضح من نقلنا للكاست ما نقلناه بصوره صحيحه ممكن يكون احنا رحنا اوفر او اندر يعني اثنيناتهم نفس الشيء الاوفر والاندر نفس الشيء زين. الاوفر بوز دامينج من يكون احنا كلش مسوي ديب اوكي من يكون احنا كلش مسوي ديب مو اوفر ستيشنز هذا هو مضبوط بالمكان مضبوط بس هو اوفر بوز دامينج. الاندر بوز دامينجز which is due to wrong positionings of the patients or the muscles stretched too much due to wide mode opening mirror could be used to detect air bubbles coming from the dentures when pressing it in until. هذا طبعا شنو اندر بوز دامينجز يعني اكو ليك يعني ما طاب يعني مو هو البوز دامينج ديب هذا شلو يعني انا مسوي بوز دام بس شلو ما فايد ما طافل الوضعيه. هذا شلون اتاكد من عنده انا يقول لك انت تخلي مرر تفوت مرر وتتفرج راح اشوف انه اكو فقاعات اكو بابلز معناها اكو ليك معناها ما طافل انت البوز دام مو معناها اكو شيء بيطب. طبعا انت هذا الشيء طب الهواء طب هو البابلز يعني شنو هو البابلز هواء الهواء اللي طاب راح يسوي لك بريك ذا سيل راح يفلش لك السيرف ستيشن اللي اخذناه اول سلايد اللوكيشن راح يروح كليته لان طاب هواء. انت هسه اي شيء تريد يعني هاي مالتك التري سوي لها بوردر مولدنج وسوي لها ريتينشن فول وجيب زروف كلش صغير بير كلش صغير بس زروف التري ما راح الريتينشن كله راح تماما. ليش؟ لانه هو الروتيشن يعتمد على انه هو يسوي فرق بالضغط يعني الضغط الجو اكثر يختلف عن الضغط البرا فانت اذا طببت الهواء خلاص راح يساوي الضغط. فهنا هذا الاندر بوز دامينجز
من تسوي انت شلو ما تسوي سكرابينج زين. يعني انت لا تسوي سكرابينج كلش هوايه دير، لان هذا هم راح يصير ديسبليسيف، يعني راح يطخ بالعظم راح يوقع همينه، ولا راح ولا تسوي لنا اياه شلو. يعني هو علي يعني هو هذا انا قلت لكم اياها، اذا تشوفوها تقدرون تشوفوها فيديو على اليوتيوب، هو بالضبط يعني يبدي شلو بعدين ديب بعدين شلو بعدين ديب بعدين شلو. ماتيريال ها ماتيريال ريبوز دام. مرات يجيك مثلا انت بالفينش دنشر بالفينش دنشر وما بي ريتينشن زين، انت ماكو خصوصا بالابر وخصوصا من يحكي البيشنت، من يحكي خصوصا من يحكي، يعني بس يقول لك انا دكتور والله انا كله زين بس احكي يوقع، هذا معناها انه السوفت بلد يتحرك. فانت شو تسوي ريبوز دامينج، يعني تجي تعين نفس الكونفشنال يعني نفس الطريقه تجي تعين، بس شلون تضيف على الفينش دنشر، اما تضيف كولد يور اكريليك، هاي الطريقه اللي هي اسرع طريقه. انت يعني راسا انت من تاخذ تسوي ريبوز دام، شلون تسوي ريبوز دام؟ تجيبه هو الفينش دنشر تخلي عليه تريسيوم كومباوند ها، وهم تدخلها بالبيشت ما تاخذ هم تخلي يصيح وتعينها، وبعدين تصب الكاست صب كاست للفينش دنشر، وبعدين تيجي تعوض عاد، اما تعوض كولد كيور اكريليك هاي اسرع طريقه، واما تسوي هيت كيور تطبخ فوقها، يعني واحد على تطبخ فوقها، يعني مو تطبخ واحد جديد تسوي، لا يعني الماده اللي انت ضفتها تسوي لها يعني هيت كيورينج، او هسه الماتيريال الجديده اللي هي اللايت كيور اكريليك اللي هي تخلي لايت شويه وتخليها على ال على الـ على اللايت عندها يو في سورس، او حتى تخليها احنا كنا نخليها على الشمس تخليها ساعه يو في لايت تجي تلقاها شو اسمه، بس هي طبعا افضل وحده واسرع وحده هي الكولد كيور افضل، لانه انت لان انت مسوي الدنشر مالتك بولي مثل الكراليت، من تريح تريد تخلي عليه لايت كيور اكريليك، هو مو بولي مثل الكراليت، اللايت كيور اكريليك هو مو بولي مثل هو غير مادة، هو هم بوليمر بس غير مادة، هو بولي يوريثان اسمه. دكتور هذا ثلاثة لازم ناخذ بيتفايزن كمباوند ثم نصبه كلهم نفس الشيء، اللوكيتنج نفسه اللوكيتنج دكتور نفسه اللوكيتنج، انت اختار اي طريقة ذاك اللوكيتنج، انت تعينها بالبيشنت ماوث او تعينها بالكاست، بس هاي انت شلون تسوي ريبو، احنا هذا الدكتور خلصان شو تسوي اخو ما تعيده انت، لا اما اضيف له كولد كيور اما اضيف له هيت كيور اما اضيف له لايت كيور. ثانك يو شكرا. هي المحاضره يعني حكي بها هوايه بس سمبل، يعني ليش انا هي ترى مو محاضره جايه 4 5 كلوجن لا ليكتشر 6 اوكي يعني 4 5 كلوجنز وكلوجن انا بصراحه ما بس 4 اريد اسالكم، يعني هواي ماده اذا ما تفتهمها يصير بيكم مثل ما صار بينا احنا، يعني انا اروح للدراسات وانا اعرف انسايزر ما اعرف شنو انسايزر جايدنس ولا كوندايلر جايدنس ولا شنو هذا الارتكليتر كفر، انا ردع اعلمكم يا بحث تطلع منها تروح بروستك انت، يعني عندك معلومات شنو هذا الارتكليتر شنو هذا الارتكليتر اللي خابصينه بيه واللي احنا ما نعرف نسم شنو الكومبوننت مال الارتكليتر ما نعرفها شنو هي، فهواي كلش مهمه لان الارتكليتر كل شيء انت تسوي اي شيء تسوي انت تصبه بالارتكليتر مو صحيح؟ فانت لازم تعرف الكلوجن والارتكليشن، هي المحاضره كلوجن اند ارتكليشن وهي اصلا محاضرتين، يعني ثاني حاضرت لكم اياها يعني ساعه ونص ساعه هاي المحاضره تريدوها لو عندكم موجوده عندنا دكتوره.